إن شاء الله الأمور بخير. لا ما في شي بخير. لك شو اللي عملتي فهميني؟ كيف بتتجرأي تعملي هيك بأبي؟ لك طيب فهمني شو اللي عملته أنا يوراج؟ أنت اللي كنتي ورا اللي صار مع بابا ما هيك؟ مو أنت اللي دبرتيها؟ لا تقلي لي مو أنت اللي ورا كل هالقصة. إذا بيصر له لأبي شي ما تلومي غير حالك. لك شو هالحكي هاد؟ وليش لساوي أنا هيك بأبوك؟ تعرف إنه اسمعيني وبس، حتى الشرطة بتعرف بعملية اختطافه لأبي. كيف؟ الشرطة بتعرف عن جد؟ ولك أنت كيف بتسمح لهالشي يصير يوراج؟ أنا ما سمحت لحدا، ما في شي تحت سيطرتي. وهلأ بما أنهم عرفوا بعملية الاختطاف يكون بعلمك الشرطة أكيد حتدور على اللي عمل هيك، فهمتي؟ لهيك من هلأ أنا بنصحك أنك تتخلصي من الشحنة اللي خطفته، وما لازم يكون إلى أي أثر، ولازم تتخلصي من الأشخاص اللي بعتيهم وكل اللي ساهموا بعملية خطفه. بعتيهم برا البلد. إذا خايفة على حالك عملي اللي عم بقوله، حكي مفهوم؟ ما تقلق أنا بتصرف بالموضوع، خلص أنا بزبط الأمور.